وعلى خير. اليوم كما تشوفوا رجعنا لكم بلوج جديد. اليوم ما دارونا في المكتب ولا لا، مرشات عملنا مقرونة سباجيتي اليوم هكذا بالدجاج. وكما العادة إن شاء الله يعجبكم البلوج، وإن شاء الله العباد الكل والله ثم برشا عباد هكا عجبتهم الحكاية، إن شاء الله معنا إن شاء الله نولي شيف كوجينة على اليوتيوب، حاصل نولي كل مرة نهبط لكم أكلة جديدة على اليوتيوب. حصير اليوم باش نطيبوا مكرونه فل، ان شاء الله ما نعرفش ممكن شوربه زاد كان كفانا الوقت باش نطيب شوربه. ان شاء الله يعجبكم الفلوق، ما تنساوش كومنتاتكم وبارتاجيو واكتبوا لنا كان عندكم اي فكره جديده تحبونا نعملوها من هنا، معناها اي فكره على فلوق على حاجه جديده اكتبوا لنا في كومنتات، وان شاء الله تو كل مره هكا نحاولوا نعمل لكم نلموا الكومنتات ونعمل لكم حاجه جديده. هاي نبداو تو نطيبوا المكرونه. حطينا تو البصل والطماطم يتقلاوها يتقلوا شوية في بصل وطماطم، وهذو الفحات نتاعنا فلفل أكحل برفات تما واحدة اللي تابلو كروية مش تابلو قروية. أنا غالب أنا على الكلام هكا بعد ساعات برشا كلام وليت نضيع فيه، ما عادش نعرف الحاجات برشا من كثر غربة واحد وتبدلوا عليه برشا حاجات. الله غالب عصير فلفل أكحل كركم فلفل أحمر، حطينا طماطم اللي جا حطينا مغرفتين طماطم، قصيت شويه بصل مش برشا، حضرنا الثوم هذا الدجاج نتاعنا نظفناه بالماء واحد، تو معناها قلينا نقليو في الطماطم وزيت وبصل، مش نحط الدجاج ونبدا نفوح نحط الفحات، وبعد بشويه بشويه نبدا نتبع بالماء فهمتني، خاطر راك تعرف المكرونه ما تحطلهاش برشا ماء من جوا. خلوها اتفاق لها باش خلي انا كل شيء الصوص طيب، باش نخرج للمغازا نمشي نقلي شويه قضيات شويه خبز شويه حاجات هكا ناقصين، وان شاء الله تو بارطاجي لكم شويه هكا حتى التليفون نعمل فيديو صغير كي على المغازا الخبز كيفاش عندهم خبز فريش عباره معناها في تونس، نمشي سبيسيال المغازا هذا خاطر عندهم باغيت معناها سخونه ديما فريش كيفاش. وان شاء الله يعجبكم الفلوق وما نطولش عليكم ياسر.
العربي نتاعنا التونسيه كما تشوفوا، باش نحطوا شويه وثما مواضيع اخرى ان شاء الله تونس بدلكم عليها في بلوج جديد، خاطر البلوج هذا يخلوه هكا نتاع ماكله والمواضيع الاخرين اللي الحجر الصحي باش يتنحى نهار 12 في الشهر هذايا، ومعناها يرجعوا العباد كي قبل يخدموا كذا، وراه بالرغم ثما برشا مرضى ثما برشا حالات، ربي يسترنا الناس الكل، معناها مش يرجعوا نهار 12 الدنيا عاديه، ما قالك العباد الكل تاخذ احتياطها وترد بالها على روحها، معناها مش يرجعوا يخدموا في ايطاليا كما سمعنا نهار الاثنين قالوا باش يهنوا زاد في ايطاليا، معناها العباد الكل لازم ترد بالها على روحها، باش نخليكم تو نخرجوا مع بعضنا، نبارتاجيو شويه الدنيا البرا كيفاش العباد في الحجر الصحي، كيفاش معناها العباد ما على عباره ما ثماش الحجر الصحي لا شيء في ايطاليا. بارتاجي معكم شويه في المجازا وشويه في كياس برا، وان شاء الله يعجبكم الروب، وبعد ما نرجعوا كي تحضر الطاوله وتحضر المقابله. خارجين تو المجازا في الشارع وشوفوا معنا الطقس، معنا طقس عالمي، وحبيت نبارتاجي معكم شويه فيديو لبرا، حبيت نوريكم الدنيا الطقس، عباد الدور معنا عادي معنا في الشارع، عباره لا ثم حجر صحي لا شيء. الخبز الباقيت قلت لكم عليه هذا عباره في تونس ساشيات، تشوف كرواسون خبز، تشوف كملنا قريتنا تو خبز بنان شوية برتقال قريات صغار شوية بصل، تشوفوا تو كملنا كملنا القضية، ما نعرفش صوتي مسموع ولا خاطر بالكمامة، نرجعوا طول الدار نرجعوا المكرونة، أنا راجعين في الثنية تشوفوا الطقس معناها طقس سخون، ثم عباد ماخذة فكرة معناها اللي ديما برد لهنا واحد، الأيامات سخونة عبارة في الصيف عندنا في سخونة سخونة، بو هيا نرجعوا للدار ونكملوا نحضروا شقة الفترة بتاعنا، والسلام عليكم الناس الكل، باي باي. لهنا مش نطيبوا توا الشوربه كما تشوفوا، لهنا قصينا بصل جويد وثوم، ونحطوا الزيت في كسرونه زيت مش برشا بريسك نص كاس كبير كاس زيت مفوتش، ونحطوا البصل والثوم تاعنا، تشوفوا
المكرونة طابت، المكرونة حضرت، الصوص بتاعها حاضرة. توك باش نخليو البصل والثوم للشوربة، نزيدوهم شوية اللحم مقصوص جويد، بعد نحطو عليهم الطماطم ونحطو الفاحات نتاعنا وطول نمرقو الماء، فهمتني؟ خلوها حكاية تم يتر يتر ونص ماء كل واحد باش يحب يحط. كما تشوف الشوربة حضرت تو تاعنا، ديجا حاجة حضرت مع شقة الفترة بالضبط، الشوربة بالدجاج دايرة فينا برشا دجاج حطينا، نقصنا شوية دجاج، هذه الشوربة نتاعنا كما تشوف، الشوربة
المكرونة حاضرة تحضر من الطاولة خاطر ديجا ما عادش بكري تو الشربة حاضرة في دقيقة تسيب. نشوفوا الطاولة نتاعنا هذيك المكرونة سلطة تونسية عملنا قلت لكم البارح راني عملت سلطة تونسية هذه الشربة نتاعنا كما تشوفوا الولاد حضرنا الطاولة تو ديجا حل الفطر من 8 وحشنا دقيقة حل الفطر كما تشوفوا ان شاء الله عجبكم الماكلة اليوم مكرونة صلصة كما قلت لكم الشربة فيسة حضرناها سلطة ان شاء الله عجبكم الفلوق وما تنسوش تكتبوا لنا كومنتات اي حاجة حاجتكم معناها تحبوا في جديد نعملوها مثلا ثم كما حكيت لكم على موضوع الحجر الساحي مش يتنحى نهار 12 نحب نحكي عليه ثم برشا اخواتي الجزائرية ومرار كلموني على موضوع روسي معناه اجنبي في روسيا يديروا الباسبور الروسي انا نحب نحكي عليه ان شاء الله غدوه في موضوع بعد غدوه كل الناس كل صحه شربتكم وشهي طيبه ليكم اللي مازال ما شقش فتره واحنا لهنا سي معنا تو معنا افطرنا ان شاء الله شهي طيبه وان شاء الله عجبكم الفلوق وباي باي واكتبوا لنا في الكومنتات شنو تحبوا بالضبط الفلوق الجاي باي باي. Get up.